لا تزال إسهامات المملكة في مجال العمل الإنساني حاضرة بقوة في الساحة الدولية، حيث وقعت منظمة البلسمة الدولية مذكرة تفاهم في جنيف مع منظمة فاب فاونديشن بحضور السيدة الأولى لجمهورية غامبيا فاطمة باش بارو والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية وكبار الممثلين لمنظمة الصحة العالمية وممثلي البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الدولية. المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم التي تساهم في العمل الإنساني، سواء من خلال المؤسسات الرسمية للدولة أو من خلال المؤسسات غير الرسمية. حضرت توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة البلسم وبين مؤسسة جاب في غامبيا التي ترعاها السيدة الأولى في غامبيا. تم توقيع هذه المذكرة لتقديم مزيد من العون في المجال الطبي للمحتاجين في غامبيا وفي الدول المجاورة لها. منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في مجال العمل الإنساني تؤكد على دور المملكة العربية السعودية الإنساني باعتبارها في مقدمة الدول المانحة والداعمة للعمل الإنساني عبر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مثل مركز الملك سلمان والبلسمة الدولية وغيرها من منظمات العمل الطوعي. In October, we invited them to the Gambia. They were able to touch the lives of 400 people in the Gambia, elderly, young and babies. That shows that collaboration is very important. If you cannot, you call for people that can, they will help. عندما زار الرئيس غامبيا المملكة العربية السعودية وطلب مقابلة البلسم، وعندما قابلناه فخامة الرئيس مع زوجته معالي السيدة الأولى اقترح علينا توقيع مذكرة تفاهم لكي يستمر هذا الترابط وهذا اللقاء وهذا التلاحم بين جمعية فاطمة بهبارو التي أسستها زوجته ورعتها بكثير من الجهد والتعب وبين البلسمة الدولية. أسهمت جهود المملكة العربية السعودية عبر منظمة البلسمة الدولية في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لعشرات مرضى القلب في اليمن، وقدمت الكثير من الخدمات الصحية لمستشفيات القارة الإفريقية وعددا من دول شرق آسيا، مما اعتبرتها بعض منظمات الأمم المتحدة النافذة الإنسانية للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم التي تساهم في العمل الإنساني عبر النوافذ الرسمية والمنظمات الطوعية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، جنيف.